kami panggil Hafidh dengan nomor peserta Haki 138 memasuki mimbar tilawah. Hafidh dengan nomor peserta Haki 138 akan membacakan surah Al-Anbiya ayat 30 dan seterusnya. Dewan Hakim yang kami muliakan, Hafidh dengan nomor peserta Haki 138 akan membacakan surah Al-Anbiya ayat 30 dan seterusnya. Dipersilakan. Setelah ini bersiap-siap, peserta selanjutnya dengan nomor peserta Haki 148 untuk bisa menuju tempat yang telah disediakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون
تهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ
قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وسنزيد المحسنين إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم
Kullu الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم.